الاحتفال الشعبي الكبير والمتميز الذي يخصص للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والسيدة فاليري تريرفيلر، استقبال مثالي يليق بالرئيس الفرنسي خلال أول زيارة يقوم بها للمغرب بعد انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية. يتم تخصيص هذا الاستقبال الرسمي والشعبي الكبير من قبل سكان العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ومن خلالهم كل الشعب المغربي، لضيف استثنائي وبلد ذي خصوصيات استثنائية في علاقاته مع المملكة المغربية، وهي علاقات تحكمها الأصالة والعراقة، وأيضا توحدها رغبة قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في الدفع بالشراكة الاستراتيجية لتكون إطارا شاملا للعلاقات الثنائية. ساحة لوميغر دو بروي التي تنطلق منها حفلات الاستقبال الشعبي تحمل اسم واحد من أبرز المدافعين الفرنسيين الشرفاء على استقلال المغرب، وتشكيلة من البحرية الملكية تؤدي التحية الرسمية لجلالة الملك محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وضيفه الكبير فخامة السيد فرانسوا أولاند والسيدة فاليري تريرفيلر. هنا بساحة لوميغر دو بروي تتعدد الشعارات المرحبة بالرئيس الفرنسي. هنا بساحة لوميغر دو بروي تنوعت الأهازيج وألوان التعبير عن الابتهاج في الشروع بالتأسيس لمرحلة جديدة مرشحة لأن تكون أقوى وأمتن بين المغرب وفرنسا، مرحلة يعلق عليها البلدان أهمية قصوى لا غنى عنها لتقوية وتنويع مجالات التعاون، وسيرا على نهج التقاليد المتبعة عند استقبال القادة الكبار يقدم التمر والحليب لفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد فرانسوا أولاند تعبيرا صادقا وعربون وفاء خالصا للصداقة المغربية الفرنسية. وتنطر الورود احتفاء بهذه الزيارة الرسمية، زيارة العمل والصداقة التي يبدأها الرئيس الفرنسي لبلادنا، استجابة لدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. يحل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والسيدة فاليري تريرفيلر ببلادنا، ويبدأان زيارتهما من الدار البيضاء التي حضرت لهذا اللقاء واستعدت بكل الترتيبات وأدق التفاصيل لاستقبال فخامة السيد فرانسوا أولاند الذي تربطه بالمغرب ملكا وشعبا صداقة متميزة وتناغم وثيق في السياسات وفي الطابع المستدام للشراكة القوية بين البلدين الصديقين. في استحضار المواقف والأحداث يسجل في العلاقات المغربية الفرنسية وفي لحظاتها القوية الدالة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان أول قائد دولة أجنبية جرى استقباله بقصر الإليزي بعد انتخاب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، واليوم يلتقي جلالة الملك بالرئيس الفرنسي لإعطاء دفعة قوية للتعاون بتوفير وسائل جديدة
من أجل أن يظل المغرب الشريك الصديق والأساسي لفرنسا. واليوم يشهد كل مراقب ومتابع أن كل شيء على ما يرام في العلاقات المغربية الفرنسية الممتازة والمتينة. واليوم يرد الرئيس الفرنسي على التحية الملكية باستجابة فورية وزيارة رسمية لبلد هو شريكه والأقرب إليه. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يستقبل بكل الحفاوة والتكريم والترحيب، وسكان الدار البيضاء يعربون عن سرورهم وغبطتهم بهذه الزيارة التي من شأنها أن تخدم النموذج المتوسطي التنموي البشري المستدام المتناسق، أن تخدم الحوار السلس والمنتظم، أن تخدم مجتمع الحرية والديمقراطية والكرامة. ومن شأن هذه الزيارة أن تجمع المغرب وفرنسا على علاقات تتميز بالدينامية والحيوية، تتجسد في اتفاقيات للشراكة يتعزز بها التفاهم السياسي الكبير القائم بين جلالة الملك والرئيس فرانسوا أولاند. الرئيس الفرنسي في الدار البيضاء تخصه مدينة الدار البيضاء بهذا الاستقبال الكبير، ويحظى من ساكنة الدار البيضاء بكل المحبة والتقدير، لأنه صديق للمغرب يدافع عن قيم الحرية والديمقراطية، ينوه في كل المناسبات بالتوجه الديمقراطي والإصلاحي لجلالة الملك. رسائله في كل المناسبات هي رسائل ثقة وإيمان بمستقبل علاقات الشراكة الفرنسية المغربية والارتقاء بأبعادها، بغية الحفاظ على مواقعها أو تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين. يتجاوز الاستقبال الشعبي الذي تشهده ساحة لوميغر دوبري كل المظاهر الرسمية، تحول هذا الاحتفال إلى احتفال بهيج بالصداقة المغربية الفرنسية التي كانت على مر التاريخ قوية، صلبة، راسخة، ثابتة، متنوعة في مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكل لقاء بين جلالة الملك والرئيس الفرنسي سيكون لقاء استثمار كافة الفرص في كل الميادين والقطاعات، وكل لقاء يفتح فضاءات جديدة للتعاون وتجديد الشراكة. بل رهان البلدين الأخوي يتمثل في العمل على أن يستمر كل شيء في السير على نحو جيد، وعلى توفير وسائل الحفاظ على علاقة في مستوى عال خلال السنوات المقبلة، على النمو الذي على النحو الذي تتطور به اليوم. يوجد في استقبال الرئيس الفرنسي السيد فرانسوا أولاند والسيدة فاليري تريرفيلر موكب الخيول، الذي يؤدي التحية للرئيس فرانسوا أولاند والسيدة تريرفيلر خيالة الحرس الملكي، تخفر الموكب الرسمي من ساحة لوميغر دوبري إلى ساحة المشوار بالقصر الملكي بالدار البيضاء. تعد خيول الخفر من أعرق سلالات الخيول، ويعتني الحرس الملكي عناية خاصة بهذه السلالات، وهي من أفضل الخيول، فهي تجمع بين جمال الهيبة وتناسب الأعضاء ورشاقة الحركة والمقدرة العالية على التكيف. جياد تخرج للترحيب بموكب جلالة الملك والرئيس فرانسوا أولاند. خيالة الحرس الملكي تخفر الموكب الرسمي، وهي الفرقة التي عادة ما تقوم بخفر موكب جلالة الملك لدى استقبال جلالته لكبار القادة والزعماء. تضم فرقة الخيالة التي تنتظم في شكل بديع وتناسق رفيع
110 من عناصر الخيالة، تشكيلة من بين أفرادها عناصر نسوية تلقت تدريبات على استعراضات من هذا النوع، تستعرض بحرفية وتقنية عالية. يتقدم التشكيلة ضابط سام متبوعا بثلاثة عناصر من حامل أعلام الوحدات، يسيرون في هيبة ووقار وقوة وثبات، متبوعين بستين فردا من أفراد الجوقة الموسيقية التي تعزف ألحان الترحيب والحفاوة والتكريم بضيف جلالة الملك الكبير فخامة السيد فرانسوا هولاند. محمد الداودي في ساحة المشور بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حيث تجري مراسيم الاستقبال الرسمي لضيف المغرب الكبير. شكرا مصطفى العلوي، موكب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، يصل ساحة المشور بالقصر الملكي بالدار البيضاء، وفرق خيالة الحرس الملكي أضفت على هذا الاستقبال الشعبي والرسمي مسحة خاصة ربطت الماضي بالحاضر بكل ما تحمله وما ترمز إليه من تقاليد عريقة ومتأصلة تميز المغرب بلد الحضارة والعراقة وبلد الانفتاح والحداثة. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبات السمو كانت هذه تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين المغربي والفرنسي. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بأصحاب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا سلمة والأميرة للا مريم والأميرة للا حسناء، وترحيب خاص بضيف جلالة الملك فخامة الرئيس الفرنسي السيد فرانسوا هولاند والسيدة فاليري تريرفيلر. تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي التحية الرسمية، وقد أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لمقدم فخامة السيد فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية الذي بدأ اليوم زيارة رسمية لبلادنا، هي الأولى من نوعها لفخامته
منذ انتخابه في ماي 2012 رئيسا للجمهورية الفرنسية، ويتقدم للسلام على الرئيس الفرنسي